السلام عليكم. إذا نكمل معكم لا سيري ديكزارسيس اللي عندها علاقة بالدرس ديال طراباي اي بويسونس دون فورس. بالنسبة الأولى باك علوم تجريبية وعلوم رياضية. إذا وصلنا ليكزارسيس نيميرو 4. Donc, un corps solide S de masse M est égal à 200 g se déplace du point A sur une trajectoire ABC telle que AB est égal à 1,5 m. Voilà AB est un plan incliné d'angle alpha est égal à 30 degrés et BC est égal à 80 cm. Donc, est un plan horizontal. Donc, un chapeau tel est. Donc, on dit le corps solide ou AD, la masse d'IRU est 200 g, il y a une coûte d'IRU, se déplace qui est égal à le point A sur une trajectoire ABC. Donc, il y a un A à C. Tel que la AB la longueur est 1,5, donc هذا est un plan incliné, يعني واحد مستوى اللي هو مائل كيدير واحد الزاوية الفا مع هذا الهوريزونتال هو هذا. Donc ABC عطينا لا ABC كتساوي 80 سنتيمتر, donc est un plan اللي هو هوريزونتال يعني راه افقي. On considère que les frottements sur AB sont négligeables, donc انا اعتبر بان لو فروتمون هنايا راهم مهمله, يعني ان لا رياكسيون دو بلون راه تكون بيربونديكولار ا AB et sur BC sont équivalent une force parallèle à la droite BC qui a un sens inverse qui est celui du mouvement. يعني على BC انا اعتبر بان راه لي فروتمون راه كيكافئوا واحد لا فورس اللي هي بارالل بارالل ا BC ولكن عندها sens inverse du mouvement. Le mouvement راه عند السونس ديالها هو هذا. Donc la force كتجر في الجهه الاخر ديك اللي كتمنع باش ان هذاك لوبجي ما يتحركش. Donc on donne G est égal à 10 N kg moins 1. Donc la première question, calculer le travail du poids du corps durant le déplacement de A à B puis déduire sa nature. Donc on calcule le travail du poids. Du poids, donc de A à B. Donc on va faire la première chose, on va le poids. Le poids, on dit de G vers le bas. C'est le poids. Donc on calcule le travail. Donc on va faire le travail du poids qui est MG. mg fois z a moins zp ou la mg h. هادشي اللي عندي دابا. دونك غنستعمل انا ديك h اللي غنعوضها ب z a moins zp. ديما كنبداو بالاول. دونك انا لاحظ معايا هاد لوبجي راه نازل نازل. دونك هنا في هاد الحاله ديسون. دونك بويسكو لو كور سوليد ديسون الوغ في هاد الحاله غنحتفظ بزد. دونك ما غنكونيش موان. دونك في هاد الحاله غتكون عندي لو ترافاي دو بوا دو a a b دونك ايكالا بلوس mg h. دونك غنمشي نحسب h. شنو هي h؟ هي z a moins zp. اذا الا كانت A moins ZB هي هذه اللي عندي, هذه هي H. دونك هذه هي H. باش نلقاها خاصني نستعمل هاد الفا. دونك غنستعمل هنا سينوس الفا. دونك سينوس الفا شحال كيساوي؟ كيساوي H سور AB. غنستعمل هاد لو تريونكل. دونك H شحال كتساوي؟ AB سينوس الفا. دونك AB تيكال AB سينوس الفا. دونك هنا اون رومبلاس H في هاد لا غولاسيون. دونك غتولي عندي MG ها هي MG H اللي هي AB سينوس الفا هي هذي. هنا طلبوا مني نحسبوا اون كالكيل. دونك هنا عندي لابليكاسيون نيميريك. دونك بالنسبة لام راه كتساوي 200 غرام, غنحولها للغرام غتولي 0,2. دونك تولي 0,2 كيلوغرام فوا جي جي هي 10 غرام فوا ابي ابي كتساوي 1,5 متر. دونك غنخليها لان بالمتر فوا الفا. الفا هي 30. دونك غتولي سينيس 30. سينيس 30 راهو 0,5. دونك تو لو كالكيل اي في غتلقى 1,5 جول. بوي ديدوير سا ناتير يعني واش هو ريزيستون ولا هو مثلا ولا موتور. دونك في هاد الحالة بويسكو هاد لو ترافاي راه بوزيتيف, دونك في هاد الحالة غيكون موتور. لو ترافاي اي موتور. La deuxième question, le travail, calculer le travail du poids du corps durant le déplacement de B à C puis déduire sa nature. Là, on calcule le travail du poids. Du poids, donc fait le cas من B le C. Donc on cherche un mètre log. J'ai atteint هنا la place. Donc fait le cas on cherche le poids. Il est chez nous d'abord le père a perpendiculaire à BC. يعني fait le cas là هاد la force ne travaille plus. Donc fait le cas là le travail est égal à zéro. ممكن ندير واحد مجموعة من الطرق. Donc أول حاجة عندي من BC كان ممكن نطبقو كنديرو دائما la force fois le vecteur de déplacement هي BC. Donc puisque fait في الرياضيات ملي كيكونوا deux vecteurs perpendiculaire, fait le produit scalaire qui est 0. Donc, أول حاجة, علاش لأن P est perpendiculaire au vecteur de déplacement BC. ولا ممكن نستعمل ان ندير بي المنظم ديال بي فوا بي سي. دونك فوا كوسين الزاويه بين بي وبي سي. الزاويه من
بي سي و بي راهي 90، دونك كوسينيس 90 راك تساوي زيرو. ولا ممكن نستعمل القاعده الاخرى، عندي انا كنعرف بان لو طرافاي دو بوا كندير ام جي، هنا عندي من بي عندي زد بي موان زد سي، زد بي موان زد سي. لاحظ معايا زد بي راهي زد سي كيكونوا متساويين، حيت الا خدينا او زد هو هذا اللي هكا، دونك في هذه الحاله يساوي زيرو. دونك هنا الا خدينا او زد هو هذاك، دونك زد بي كتساوي زد سي، دونك هذه عطينا زيرو، زيرو فوا ام جي عطينا زيرو. Donc, faites le travail, le travail est nul. Troisième question, calculez le travail de la réaction du plan BC sur le corps durant le déplacement BAC. Donc, on a vous d'abord le travail de réaction du plan. Yani, il tire dial à sat. واخا حنا قلنا هنا كاين عندنا فروتمون ياك، هنا عندنا نيجليجاب، هنا عندنا الفروتمون، وقلنا هنايا بان راه ديال الفروتمون راه هي على انتونسيتي ديالها اف. دونك في هذه الحاله اللي جيت نرسم انا اخ راه خاصها تكون انكليني، خاصها انكليني في هذا لو سونس يعني كتمنع. دونك انا عندي هذا هو لوبجي، في هذه الحاله عندي مثلا هذا هو او اكس، هذا هو او ايكغاك، دونك في اخ راه تكون انكليني، دونك هذه هي اخ. دونك غيكون عندها دو كومبوزون، عندها كومبوزون طونجونسيال اللي هي سماها لي هي كتكون فورس دو فروتمون، دونك كنرمزو لها بي اف، وعندي ال كومبوزونت نورمال، دونك هادي لا رياكسيون نورمال دو بلون، دونك هادي هي لا رياكسيون نورمال دو بلون، غنسميها ار ان، في الغالب كنرمزو لها بي ار ان، دونك انا عندنا دي او ايكغاك، غندير هنا ار ايكغاك. دونك في ار على حسب الرياضيات كتقول لي بان اغ راه كتساوي اف زائد ار ايكغاك، ولا ار ايكغاك زائد اف. دونك في هذه الحاله اغ راه كتساوي la composante normale plus la composante tangentielle اللي هي f. دونك حنا غنحسبوا دابا لو طرافاي، لو طرافاي دو ار راه هو لو طرافاي ديال هادي زائد لو طرافاي ديال هادي. دونك في هذه الحاله لو طرافاي من بيسي كتساوي لو طرافاي دو لا كومبوزونت نورمال، دونك يعني ديال الرياكسيون نورمال دو بلون بلس لا فورس دو فروتمون، دونك لو طرافاي ديالهم. دونك غنمشي نحسبهم، دونك ايت ايغال. دونك بالنسبه لاغ، لاحظ معايا اغ راها بيربونديكولار ا بي سي، في هذه الحاله راه لو طرافاي نول. ولا ممكن نستعمل تساوي اغ فوا بي سي فوا كوسينيس الزاويه بيناتهم اللي هي 90، دونك غتعطيني زيرو هذه بليس. بالنسبه لبي سي لاحظ معايا اف غاديه بحال هكا و بي سي غاديه بحال هكا، دونك الزاويه بيناتهم هي 180، دونك في هذه الحاله عطيني اف فوا بي سي، دونك لا فورس اف f fois bc يعني لو فيكتور دو ديبلاسمون كوسين الزاويه هي 180، دونك غتعطيني موان زا. دونك في هذه الحاله غتعطيني هادي زيرو، غتبقى لي هنا موان اف bc موان اف bc، دونك غتعطيني موان اف bc. هاد الموان جاتني من كوسينيس 180 راه كتعطيني موان زا. دونك في هذه الحاله غنحسب انا لو طرافاي ديال لابليكاسيون نيميريك موان ها اف هي 1, بي سي هاي عاطي ليا هنا غنحولها للمتر، تولي 0.8، دونك موان 1.2 متر 0.8 هذه اللي حولتها للمتر، دونك تولي كالكيلي فيها غنلقى موان 0.96 جول. إذا غنتوقف هنايا، إن شاء الله نكمل معاكم ليكزارسيس نيميرو 5. إذا كنتمنى تكونوا استفدتوا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.